صباح الفل عليك يا استاذ ايمن واهلا بيك. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، واهلا بكل مشاهدي برنامج 10 الصبح بالاهلي. صباح الخير. صباح الهنا عليك. طيب ايمن، خلينا كده نخش في الموضوع صراحه. يعني الوضع اثار جدل بشكل كبير جدا، الخبر اثار جدل بشكل كبير جدا، لان احنا كنا دايما بنطالب كانديه وكمنتخبات ان انتوا احنا محتاجين تقللوا عفوا وتنظموا الاجنده يعني بتاعه المسابقات المختلفه، سواء نتكلم عربيا محليا دوليا، لكن الوضع عمال يستاء للاسف الشديد. دلوقتي الاعلان عن اقامه هذه البطوله في فصل الصيف ده بيتعارض مع كاس العالم الأندية، وبالتالي هيحط ضغوطات على أندية كتيرة جدا ومنتخبات كتيرة جدا، ومنها لو هنتكلم منتخب مصر والنادي الأهلي. بتشوف حل ده إيه؟ وفي نفس الوقت بتشوف اللي حصل ده أصلا يعني بتفسره بإيه؟ يعني زي ما أنت قلت طبعا في المقدمة على القصة دي، إن الغريب إن ما بيبقاش فيه الفترة الأخيرة وكأن ما فيش تنسيق ما بين المؤسسات الكبيرة، رغم إن هم على طول مع بعض زي ما إحنا شايفين كده كل الإيفنتات، الراجل رئيس الفيفا مع رئيس الكاف بيبقوا موجودين في اي احداث في اي بطولات. فالنهارده اكيد لازم حاجه زي كده لما تعلن يبقى على الاقل في تنسيق. طبعا الازمه من اول ما انفانتينو اعلن المواعيد بتاعه كاس العالم للانديه بشكلها الجديد في امريكا، اللي هي هتبقى من 15 يوليو وحتى 13 يوليو 2025، من اول ما اعلن التاريخ ده وكل الناس توقعت الازمه دي، لان الكاف من سنين يعني مش بعيده قوي، بس زي ما انت قلتوا كده من اول نسخه مصر 2019 من قبلها كان قال ان كاس الامم الافريقيه هترجع تنظم، هتنظم في فصل الصيف، وده طبعا وقتها كلنا عارفين ان ده معمول عشان خاطر اوروبا لما اعترضت، قعدت فتره طويله بتعترض على فكره ان بطوله امم افريقيا بتلعب في الشتاء، وده بيسبب لهم طبعا ازمه زي ما احنا بنشوف ان اللعيبه بتسيب الدوريات الاوروبيه وتحديدا طبعا بريمير ليج والدوري الفرنسي، هم اكثر الدوريات اللي بتبقى متضرره من القصه دي. ولكن عامل الطقس في افريقيا صعب، ان احنا يعني مصر لعبت في الصيف، الكاميرون رجعت لعبت في الشتاء، كوت ديفوار لعبت في الشتاء، النهارده المغرب هتلعب في الصيف. طيب هنيجي النسخه بتاعت احنا بنتكلم دلوقتي في 2025، طيب 2029 لو ربنا ادانا العمر هيبقى فيها كاس عالم انديه برضه، وهتتلعب اصلا بنسبه كبيره في المغرب، لان المغرب والبرتغال واسبانيا هم اللي هينظموا كاس العالم 2030. طب وقتها هنعمل ايه في كاس الامم؟ هتتلعب في الصيف ولا هتلعب في الشتاء؟ فهنا الكاف لازم من وجهه نظري لازم يرجع يعيد الفكره بتاعت البطولة افريقيا، هل هي الاحسن تنظم في الصيف ولا في الشتاء؟ هل قاره افريقيا اصلا الصيف بالنسبه لها افضل ولا الشتاء؟ يعني هو حتى الشمال، احنا هو شمال افريقيا او في مصر الصيف عندنا بقى درجه الحراره فيه اكيد عاليه جدا، بقى صعب. ما ده يا وليد يا ايمن، سوري، عفوا يا ايمن، ده يرجعنا برضو تاني لفكره يعني التفصيله كانت نهاوند بتتكلم معاك عنها، فكره عدم التنسيق بين الكيانات المعنيه. يعني ليه كل كيان هو كيان مستقل وفي عالم منفصل دون الرجوع للفيفا في حاجه زي كده، وهم بياخدوا القرار ده؟ اكيد يعني حضرتك بتقول ان القرار ده اثار جدل واسع وكان ليه صدى وردود افعال كبيره جدا، اكيد وهم بصدد اتخاذ القرار عارفين كويس قوي ان ده هيكون المردود او رد الفعل، فايه الحكايه بقى في الحاله دي؟ مش عارفين الامانه، وانت عندك حق، الموضوع هيفضل مثير للجدل حتى يتم التنسيق والتدخل. وارد نلاقي ان كاس الامم الافريقيه بتتاجل كالعاده، ان هي تتلعب مثلا في فصل الشتاء السنه اللي بعديه، بس ده برضه هيتضارب مع ان 2026 فيها كاس عالم، فالنهارده يبقى في الشتاء في كاس امم وفي الصيف في كاس عالم. زي ما يعني 2022 كان الموضوع في يناير مثلا، وفي ديسمبر في اخره كان في كاس العالم، ولكن الكاف لما قبل كده برضه غير نظام كاس الامم، لما بدل ما تتلعب في السنين اللي هي 20 مثلا 22 2024 عشان يبعد عن فكره اليورو، بعد كده يبعد عن فكره كاس العالم والحاجات دي، يلعبوها في السنوات الفرديه زي ما بنقول كده عشان يبعد عن القصه دي، اهو دلوقتي رجعت تاني بتصرف. فالموضوع فعلا يعني مريب
مريب جدا وكان سهل جدا يبقى في تنسيق ما بين الفيفا. بس انا عندي سؤال يا ايمن، يعني خلينا نفكر مع بعض كده، هل تفتكر الاتحاد المغربي كان يقصد او كان عن قصد هذا القرار، بما ان هم مش متضررين قوي زي ما كنت بقول حتى هذه اللحظه؟ اللي بيشارك من الوداد هو يحيى عطية الله، يعني هو مش ما عندوش عدد كبير، فبالتالي على ما اعتقد مشي كمان. طب ما بالظبط، طب يعني الوضع بس لسه 2025 ما حدش عارف مين هيشارك لسه، ممكن صح. لا يعني بيحصل السكواد بيتغير، بس يعني مش بيتضرروا زي باقي المنتخبات، فهل ممكن تكون او يكون القرار ده شويه في نوع من الانانيه المقصوده؟ طيب يعني وارد طبعا، كل حاجه وارده في العالم اللي احنا عايشين فيه، ولكن مش عايزين نخش قوي في الحته دي التفصيله دي، نقول ان في حسن نيه ان هم كده كده الكاف مقرر ان البطوله بتتلعب في الصيف، وبما ان المغرب مش من الدول اللي عندها مشاكل في الطقس في فصل الصيف، فهم قالوا ان البطوله هتتلعب في الصيف، حتى هم ما حددوش تواريخ، قال لك هيتلعب في الصيف. تمام كده؟ طيب المشكله ان مش بس الانديه، ان النادي بحجم النادي الاهلي يتضرر، يعني انا بقت هيبقى في الفرق بتاعت افريقيا اللي ممكن تشترك في النسخه دي، ممكن نستعرضها ونشوف الضرر الفني ممكن يبقى على انهي انديه اكبر مع النادي الاهلي، لكن في ضرر تسويقي تاني زي ما انتوا قلتوا في المقدمه، ان النهارده تخيلي كده بطوله كاس الامم بتتلعب في نفس الوقت بتاع كاس العالم للانديه، في انديه اوروبيه من الوارد انها تشارك، في 12 نادي اوروبي هيشارك، وارد يبقى في نادي او اثنين او ثلاثه او اكثر عندهم النجوم بتاعتهم بتاعت افريقيا هتبقى ما بين هنا وهنا، نسب المشاهده طبعا اكيد هيبقى ليها عامل، النهارده بالزبط. كاس الامم بتتلعب في توقيت في امريكا، كاس العالم الانديه بتتلعب في توقيت تاني، نسب المشاهده، المتابعه، السفر، التسويق، ما كل الكلام ده لازم يتحط في الاعتبار على فكره بالنسبه للفيفا وبالنسبه للكاف، الحاجات دي ممكن تتحط في الاعتبار اكتر اصلا من ان مثلا نادي الاهلي او نادي اخر هيتضرروا فنيا ولا لا. فدي يعني عوامل كتيره مهمه لازم تتحط في الحسبان. ليه؟ لان احنا المفترض زي ما انت قلت دي مؤسسات كبيره، ما ينفعش نطلع نقول حاجه ونيجي بعد كده مش عاملين حسابها. احنا كلنا عارفين ان كاس الامم نظامها اتغير وهيتلعب في الصيف، لكن ما في النص الفيفا نفسه اعلن نظام جديد لكاس العالم للانديه واعلن التاريخ بتاعه. هو بمناسبه الكلام عن الفيفا يا ايمن، بمناسبه الكلام عن الفيفا برضو، الشيء بالشيء يذكر، ودي ظاهره يعني الحقيقه موجوده وملفته للانظار من قديم الازل. تعتقد وفي رؤيتك وفي رايك سيظل الوضع على ما هو عليه لغايه امتى فيما يتعلق بفكره ان بالنسبه للفيفا اوروبا زعلها وحش لكن افريقيا هي الحيطه المايله؟ لا ده هيفضل يعني اعتقد الى ما لا نهايه، لان في الاخر يعني كل يعني اوروبا هي اللي كلمتها مسموعه، لان هم الاقوى، هم يعني كل حاجه في اوروبا هي طبيعي الاقوى الاكثر كل حاجه، بدليل ان حاجه زي فكره السوبر ليج النهارده لما الانديه في اوروبا طلعت بيها على راسهم ريال مدريد ومعهم برشلونه ويوفنتوس، الفكره اتحاربت بشكل كبير لان هي طالعه من الانديه. لكن السوبر ليج بالفكره اللي اتعملت في افريقيا هي كانت برعايه الفيفا والكاف مثلا، يعني او بتنظيم من الفيفا والكاف بعيدا عن الشركه اللي هي اللي كانت مسؤوله عن كل الحقوق والعمليات الخاصه بالبطوله، ولكن اقصد ان لقينا رئيس الفيفا موجود بيبارك الموضوع، وموجودين مثلا في مباراه الاهلي وسيمبا اللي كانت الافتتاحيه في تنزانيا وشفناهم في النهائي، فالنهارده اهو طب ما السوبر ليج في افريقيا انتوا بتحاربوا ان هي تبقى موجوده، ورئيس الكاف نفسه اعلن ان خريطه البطولات في افريقيا ممكن تتغير الفتره اللي جايه عشان خاطر ينجحوا السوبر ليج الافريقي. طيب انا عندي سؤال يا ايمن، هل اتفضل يعني باخد من كلام انت عارف لا اتفضلي الموضوع موضوع مهم يعني، هل يعني الوضع ربما افريقيا يتغير لما رؤساء الاتحادات للمنتخبات العربية والإفريقية يكونوا أكثر قوة مثلا على أو يعني أكثر خلينا نقول صرامة حرصا، خليني أعرف منك بصراحة، أو يتغيروا هما بيتغيروا بنفس المينتاليتي يعني، انت محتاج تغير المايند سيت نفسه مش الاسم، الاسم يعني جبت اكس واي زد هتلاقي نفس المنهج ماشي، هل انا محتاج قوه اكتر صرامه اكتر؟ يعني خلينا نفهم، يعني انا بشوف مثلا من اقوى رؤساء الاتحاد تختلف او تتفق مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع،
راجل ليه كلمه، راجل بيهتم جدا بالمنتخب وببلده. هل احنا محتاجين زي فوزي لقجع كتير؟ ومش بدي مثال كانه الافضل، انا بقول في القوه يعني او الشخصيه. بالتاكيد بتفرق طبعا لما يكون في رجال اقوياء من الكاف في الفيفا، وللامانه يعني الاستاذ فوزي رجل قوي ورجل له نفوذ ورجل له كلمه سواء في الكاف او حتى في الفيفا. المهندس هاني ابو ريده في الكواليس كل الناس عارفه مدى قوه هذا الرجل في الفيفا وفي الكاف، ورجل صاحب خبرات وقديم جدا وليه كلمه. فالمفترض ان الاثنين دول يعني يشوفوا مع مين الرجال الاقوياء تاني في افريقيا اللي ممكن يبقوا موجودين كوادر اقوى. قول لنا انت مين؟ انا كاسماء انا قاعد هنا مع يعني حتى ما فيش اسماء حقيقه، مع احترامي طبعا للجميع، بس ما فيش اسم مؤثر. احنا بالنسبه لنا في مصر حتى الان الامور تفرغ، يعني الاسامي ابتدت تقع واحد ورا الثاني. ما نعرفش غير الباشمهندس هاني ابو ريده هو اللي موجود من مصر، وحتى الباشمهندس احمد مجاهد بيظهر ولكن يعني لسه ما خدش دوره او ما خدش ايا كان. ولكن من وجهه نظري ان لازم الكاف يبقى وضعه افضل من كده. في محاولات دايما ان هو يبقى في الصوره افضل في بطولات افريقيا، الانديه الجوائز بتكتر، الحقوق بيحاولوا ان هم يخلوها افضل، ولكن هتظل ان الفكره ان الحاجه يعني تنظيميا هيفضل في مشكله لحد ما يبقى الامور افضل يعني اكثر سيطره من الوضع اللي احنا فيه. ولكن الازمه اللي احنا فيها دلوقتي كانت هتتحل في حاجه واحده بس، ان الاتحاد المغربي وهو بيعلن هذا الامر يكون نسق مع الكاف، يكون نسق مع الفيفا، او الكاف نسقت مع الفيفا بان هي الجهه الام لكاس الامم افريقيا، ويحطوا تاريخ. والله كان ممكن يتحط التاريخ بعد كاس العالم للانديه، والله يقولوا ان هتتعمل قبل كاس يعني هتتاجل البطوله، لان وارد على فكره يعني في افريقيا الامور دي بتحصل كتير، وارد ان النسخه بتاعت 2025 تتاجل، تتلعب بقى في الشتاء 2026، تتلعب في الصيف 2027، تتلعب في الشتاء، يعني وارد تتاجل. احنا ما نعرفش، لان في الاخر هيبقى الحل، لان الفيفا مستحيل، انا مستحيل الفيفا ياجل كاس العالم للانديه بشكلها الحالي. طبعا ولو ليوم واحد، لان البطوله دي اتاجلت قبل كده بسبب كورونا، كانت هتتلعب في 2021 وتاجلت بسبب كورونا، وانفانتينو قالها صراحه وقتها ان البطوله دي لازم هتتلعب، لازم هتتلعب، لان هي بالنسبه لهم استثمار كبير وهتدخل دخل كبير جدا للفيفا وللاتحادات وللانديه، فالبطوله دي هتتلعب هتتلعب. ووصلوا للفورمات الحالي بتاعها، ووصلوا للتواريخ بتاعتها الحاليه، وبالتالي البطوله دي مستحيل تتزحلق، انا من وجهه نظري يعني. استاذ ايمن، ايه الحل؟ ايه اسهل حاجه اللي على طول ينفع تتزحزح وبتتزحزح؟ هي كاس الامم. تمام. هل بقى هتتزحزح ولا لا؟ هو ده اللي احنا هيبان. اشكرك جدا استاذ ايمن جلبرتو، الناقد الرياضي وصديقنا اكيد وزميلنا العزيز.